أهلا بكم متابعينا. تقرير جديد من مكتب ون فاينانشال ماركتس، مركز دبي المالي العالمي. اليوم الاثنين الخامس من فبراير 2018، طبعا بداية تداولات أسبوعية جديدة بعد الإغلاقات التي شهدتها الأسواق على تراجعات قوية خلال يوم الجمعة الماضي، بعد أن انخفض مؤشر الداو جونز الأمريكي بأكثر من 2%، أيضا 2% تراجعات لمؤشر الاس ام بي وكذلك مؤشر الناسداك. هذه التراجعات القوية جاءت بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت بشكل جيد للغاية، وارتفاع ملحوظ في أعداد الوظائف الأمريكية الجديدة خلال الشهر الماضي، كذلك بيانات التحسن الدخل أو متوسط ساعة الأجر في السوق الأمريكية. أيضا هذه الوظائف جعلت الأسواق تتوقع من جديد أن الفيدرالي الأمريكي ربما يرفع الفائدة خلال 2018 أكثر من 3 مرات. طبعا بعد صدور هذه التقريرات أو هذا التقرير، شهدنا تصريحات من أعضاء في الفيدرالي الأمريكي تؤيد أو تزيد من توقعات الأسواق برفع الفائدة أكثر من 3 مرات. بعد التصريحات التي صدرت من أعضاء الفيدرالي، زادت من ضغوط أو من خسائر المؤشرات الأمريكية وتراجعها، لأن أسواق الأسهم بطبيعة الحال حساسة إلى حد كبير لمسألة رفع الفائدة. طيب، السؤال الذي طرحه الغالبية العظمى من متابعينا وعملائنا، لماذا حدث انخفاض كبير في أسعار الأسهم رغم أن الأسواق كانت تعلم أن هناك رفع الفوائد خلال عام 2018 ل3 مرات؟ الأمر أن الأسواق خصمت بالفعل رفع الفائدة ل3 مرات، ولكن لم يكن هناك توقعات بأن يحدث رفع لأكثر من 3 مرات. الآن الحديث على رفع الفوائد لأكثر من 3 مرات، هناك بعض الأعضاء في الفيدرالي الأمريكي يشجعون أو يتحمسون لرفع الفوائد بأكثر من ذلك لتعويض الفترة الطويلة من الإبقاء على الفائدة الفيدرالية بالقرب من مساعد الصفر. إذن هذه الأنباء هي أنباء سيئة بالنسبة لأسواق الأسهم بطبيعة الحال، ولكن إلى حد كبير هذه التراجعات تشبه إلى شكل بحد كبير التراجعات التي شهدناها على مؤشر الدولار الأمريكي خلال بداية عام 2017. كان هناك أيضا 6 أسابيع متتالية من التراجعات كما حدث في بداية هذا العام، ثم صحح مؤشر الدولار الأمريكي كما شهدنا في عام 2017، وعدنا مرة أخرى للتراجعات. ربما تكون هذه المرة تشبه هذه، يعني هناك تشابه كبير ما بين الحركتين السعريتين على مؤشر الدولار الأمريكي، ولكن دعونا نذهب إلى الرسم البياني لكي نرى كيف كان أداء الأسواق مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي. طبعا نذكركم قبل أن نبدأ بالجولة السعرية أن الأخبار المهمة المنتظر هذا الأسبوع، هناك اجتماعات لثلاثة بنوك مركزية كبرى، منها الفيدرالي الأسترالي، أيضا البنك الاحتياط النيوزيلندي، وكذلك بنك إنجلترا. هذه البنوك الثلاثة ننتظر بيانات السياسة النقدية منها وقرارات بطبيعة الحال قرارات معدلات الفائدة. نذهب مع الجولة المعتادة على مؤشرات المؤشر، بداية من مؤشر الدولار إندكس. هذه كانت التراجعات، هذا هو المؤشر أو الحركة السعرية اليومية لمؤشر الدولار إندكس. هنا كان الارتداد السعري مع إغلاقات يوم الجمعة الماضية. طبعا هذا الارتداد السعري على الرسم البياني اليومي غير الصورة لكي نرى على الرسم البياني الأسبوعي هذه الشمعة الاحتوائية، الشمعة بالكامل داخل نطاق تداولات الأسبوع الذي يسبقه. هناك احتمالية لظهور ارتداد صاعد، هذا الارتداد طبعا هو ما أثر على تراجعات أسواق الأسهم بشكل كبير. نذهب إلى اليورو دولار. اليورو دولار رغم الضغوط البيعية عليه، ولكن سريعا عاد ليقلص خسائره ويغلق عند تقريبا مستويات 1.24 بالقرب من مستويات 1.2462، بعد أن كنا قد رأينا 1.2415 تقريبا. هذا الارتداد السعري يعطي استقرار أكثر في تحركات اليورو أكثر من بقية العملات. نذهب إلى الجنيه الاسترليني لكي نرى الفارق هنا في الجنيه الاسترليني، هذا هو الإغلاق على تقريبا الإغلاق يوم الجمعة على أقل مستويات سعرية بالقرب من مستويات الدولار 41 سنت 20. طبعا هذه التراجعات تقريبا أكلت جميع، لو قلبنا الرسم البياني على الأسبوعي، هذه التراجعات يوم الجمعة أكلت جميع أرباح الجنيه الاسترليني التي حققها خلال تداولات الأسبوع الماضي. كنا قد افتتحنا الأسبوع الماضي عند مستويات 41 49، عدنا لنغلق أقل منها عند 41 11 تقريبا أو 41 10. نذهب إلى الدولار ين.
الدولار ين ايضا كان من العملات التي يعني انخفضت بشده مقابل الدولار الامريكي، وهذه هي الارتداد السعري في مؤشر الدولار مقابل الين الياباني. عدنا مره اخرى الى مستويات ال 110 17 تقريبا، اغلاق بالقرب من اعلى المستويات. هذا هو الرسم بيني الاسبوعي لكي نرى كيف كان الدولار ين. الدولار ين عاد مره اخرى ليغلق اسبوعيا، اغلاق جيد الى حد كبير. لا زال طبعا عند الدولار ين هذه المستويات هنا عند المستوى المتوسط المتحرك عند مستويات ال 111 62 تعتبر هي المستويات الحاكمة أو أهم مستويات من حيث المقاومة السعرية. نذهب إلى الذهب مقابل الدولار. أيضا هنا الذهب عاد مرة أخرى لينخفض بشدة مقابل الدولار الأمريكي ويغلق عند مستويات ال 1331 دولار. طبعا لا ننسى أننا كنا قد رأينا مستويات ال 1365 أو 66 دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي. هذه هي التحركات السعرية. نذهب إلى النفط. النفط أيضا تراجع لحد ما، ولكن لازال هو الأقرب في الحركة السعرية إلى مؤشر أو أسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي. الإغلاقات كانت عند مستويات 65 دولار فاصلة 9، وكان هذه الإغلاقات أيضا قلصت من مكاسب الكرود أويل أو النفط الأمريكي خلال الخام الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي. هذه هي الحركة الأسبوعية. نذهب إلى مؤشر داو جونز وهذه التراجعات القوية بأكثر من 600 نقطة من التراجعات على مؤشر داو جونز. شهدنا هذه الإغلاقات وعدنا مرة أخرى إلى بالمستويات ال 25370 نقطة تقريبا بعد أن كنا قد وصلنا أعلى مستويات 26000. هذه هي التراجعات على مؤشر الداو جونز. إذا ذهبنا إلى رسم بيان الأسبوعي لكي نرى الصورة الأكبر، هذا الإغلاق الأسبوعي السيء الذي إلى حد كبير يبتلع ثلاث شمعات أسبوعية ماضية من الارتفاعات. هذه كانت أهم البيانات. طبعا نذكركم أننا ننتظر اليوم صدور مؤشر ISM لمدير المشتريات الصناعي من الولايات المتحدة الأمريكية، بيان هام أيضا قد يحرك الأسواق ويزيد من الحركة السعرية أو الفولاتيليتي في الأسواق. شكرا لكم وتمنياتنا لكم بتداولات موفقة بإذن الله.